مساء الخير عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامج استاذ في الطب. النهارده هيكون مشرفنا الدكتور محمد نبيل فريد. اهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك منور الدنيا. الاستاذ محمد الدكتور محمد نبيل مدرس امراض النساء والتوليد والعقم كليه الطب القصر العيني، دكتوره في امراض النساء والتوليد جامعه القاهره، واستشاري امراض النساء والتوليد في مستشفى مصر الدولي. اهلا وسهلا، ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله على حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك احنا سمعنا في الاخر في الاونه الاخيره ان المشيمة الملتصقه ممكن ينتج عنها يعني تغيير مكانها مشاكل، فعايزين نسال حضرتك الاول يعني ايه المشيمة الملتصقه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول علشان نعرف يعني ايه المشيمة الملتصقه نعرف ايه الاول ايه هي المشيمة الطبيعيه. المشيمة دي نسيج ينتج ناتج من الحمل، يعني ودوره ووظيفته ان هو حلقه الوصل ما بين الام وما بين الجنين. تمام. هو المسؤول عن تغذيه الجنين وتوصيل كل المواد الغذائيه للجنين واخذ كل منتجات الايضه من الجنين للام. تمام. في معلومتين مهمين جدا نعرفهم عن المشيمه فنفهم بيهم يعني ايه مشيمه ملتصقه. المعلومه الاولانيه هي المشيمه بتتزرع فين، ايه مكانها بالظبط. تمام. الحاجه الثانيه ايه درجه انغماس المشيمه دي في جدار الرحم. الرحم عباره عن عضو له جدار، الجدار ده ليه بطانه وليه غلاف خارجي، ورحم في تكوينه بيشبه الكمثريه المقلوبه كده، ليها عنق من تحت وليها فندس من فوق او يعني سقف وليها جدران. تمام. المكان هل تحب الصور توضح لك؟ في صور. تمام. ممكن الصوره تنزل لو سمحتوا. تمام. طب هيكمل وهم بينزلوا الصور. بالظبط كده، ده جدار الرحم اللي هو زي ما قلنا الرحم شبه الكمثريه المقلوبه. تمام. المشيمه الطبيعيه هي المشيمه مكانها الطبيعي تبقى موجوده في اي من الجزء العلوي من الرحم. تمام. ما تبقاش موجوده ابدا في الجزء السفلي. لو بقت موجوده في الجزء السفلي يبقى اسمها المشيمه المتقدمه، يعني هي تقدمت عن البيبي، الناس نزلت عن مكانها. نزلت عن مكانها. فالناس تقول المشيمه المتقدمه او المشيمه سبقت البيبي او المشيمه السابقه للطفل. ايوه ايوه. اسمها المشيمه المتقدمه. تمام. ده الحاجه المعلومه الاولى اللي نعرفها عن المشيمه. المشيمه الثانيه جدار الرحم زي ما قلنا ليه بطانه وليه جدار وليه غطاء خارجي. المفروض ان درجه انغماس المشيمه تقتصر على البطانه، يعني تقتصر على ان هي تتزرع جوه بطانه الرحم بس، ما تمتدش لا لجدار الرحم ولا توصل لغطائه الخارجي. تمام. لو المشيمه تقدمت بقى اسمها المشيمه المتقدمه، لو المشيمه اخترقت جدار الرحم او عدت الجدار بقى اسمها المشيمه الملتصقه او المخترقه لجدار الرحم. تمام. طب هي دلوقتي لو حصل فعلا الاختراق اللي حضرتك بتقول عليه ده هيبقى هيعمل فيها عامل خطوره هتخلي المشكله ان بعد لما تكون المشيمه ماسكه في بطانه الرحم بعد نزول الجنين او الطفل الرحم بينقبض، وبالتالي الرحم عضو عنده القدره على التمدد. الانكماش والتمدد. أيوة. فبعد ولاده الطفل المكان اللي ماسك فيه المشيمه بينكمش زيه زي بقيه عضله الرحم، اما المشيمه نفسها ما عندهاش القدره على الانكماش، وبالتالي في الحاله الطبيعيه لو هي ماسكه بس في بطانه الرحم بتنفصل وتنزل عادي خالص زي كل الولادات. أيوة. في المشيمه الملتصقه ده ما بيحصلش لان هي بتبقى ماسكه في الجدار وبالتالي ما بتنفصلش عنه، فينتج هنا عنه كثير من المشاكل. تمام. طيب زي ايه يعني الحامل تحس بايه بالظبط؟ الحامل مش تحس بحاجه خالص، يعني لغايه قبل الولاده هو ما فيش مشكله في الحمل، لكن دي ممكن نفسه. نلاحظها مثلا او تعرفها بالكشف الدوري او متابعتها مع الدكتور. تشخيص المشيمه دايما بينتج من السونار بتاع الدكتور. أيوه. احنا المفترض ان عند 20 اسبوع يعني في نص الشهر الخامس. أيوه. والام بتعمل السونار اللي بتطمن بيه على الجنين في الوقت ده. لازم تعرف وتحدد بالظبط المشيمه موجوده فين، لازم تحدد المشيمه موجوده فين، تعرف هي موجوده في مكانها الطبيعي ولا مش موجوده في مكانها الطبيعي من خلال السونار. من خلال السونار. يعني ده حضرتك كده رديت على سؤالي اللي هو ازاي بتشخص مكان المشيمه مكان المشيمه مكانها. اما المشيمه الملتصقه بقى بتتشخص ازاي، فاحنا لازم نعرف الاول ايه عوامل الخطر اللي بتؤدي، يعني ليه المشيمه تلتصق والمشيمه ما تلتصقش، ايه اللي بيخليها بقى تلتصق. الحقيقه العامل الاكبر او الخطر الاكبر في حدوث المشيمه الملتصقه هي ان يكون الطبقه دي اللي هي بطانه الرحم طبقه مش طبيعيه. اكتر حاجه تخلي الطبقه دي مش طبيعيه هي جراحه الولاده القيصريه او الجراحه القيصريه. ايه اللي بيحصل في الجراحه القيصريه؟ لما احنا بنقطع الرحم علشان نخرج الجنين في المره الاولى، التئام الجرح ده عمره ما بيكون بالصوره الطبيعيه. اكيد بيبقى فيه النسيج اللي بينتج عن الالتئام مش هو النسيج الطبيعي بتاع العضله بتاعه الرحم، هيبقى زي اثر في الجرح جوه الرحم. التغذيه الدمويه للمكان ده بتبقى مختلفه. أيوه. والهيلينج او الالتئام بتاع الجرح ده بيبقى بشكل مختلف. اكيد. طيب هي ايه الفكره؟ الفكره ان المشيمه وهي بتخترق او بتتزرع جوه البطانه هي بتحاول توصل لاكثر مكان يقدر يديها التغذيه المناسبه للجنين. في الوضع الطبيعي البطانه دي مجهزه بشكل طبيعي ان هي تغذي البيبي عن طريق المشيمه، ولكن في الحاله ان البطانه دي فيها مشكله المشيمه بتفضل تخترق لجدار الرحم توصل لاقرب نقطه تقدر تديها تغذيه دمويه سليمه تغذي بيها الجنين.
وعلى حسب شكل الجرح ده والتئامه وطبيعته بيبقى درجه التوجع. درجه التوجع هو ده بقى التغيير مكانها اللي حضرتك كنت تقصده. ده تغيير الاتاتش هنا تغيير مكانها وتغيير الاتاتشمنت بتاعها. أيوة. تغيير مكانها لان الجزء السفلي هو اللي بيتم فيه القيصريات وتغيير التوغل بتاعها او تغيير الاتاتشمنت بتاعها لان هو ده الجزء اللي هي بتلتصق بيه. بيحكم ده طبعا عدد القيصريات يعني كل ما السيده اجرت قيصريات كتير كل ما كان الانسنس او معدل توغل المشيمه دي جوه جدار الرحم بيزيد. تمام يعني يعني حضرتك كده تقصد ان موضوع المشيمه ده مش هيحصل الا في الحمل الثاني او الثالث يعني مش شرط يحصل البكريه اللي زي ما بنقول عليها في الولاده الاولى صعب أو الولادة جدا الأولى. يحصل. الحقيقه يعني في نسب قليله جدا ممكن تحصل لو السيده دي كانت عامله حاجات في الرحم لو كانت مستأصلة ورم ليفي مثلا قبل كده فده جرح في الرحم كان في جرح برضه الفكرة. او لو هي تعرضت مثلا ل يعني كان عندها اجهاض وتم اجراء عمليه كحت ليها فده جرح لبطانه الرحم. العوامل دي ممكن تزود ولكن يبقى الجراحه القيصريه او الولاده القيصريه هي اكثر عامل خطوره لان هي اكثر عمليات بتتم في هذا الامر معدلات القيصريه بتزيد وبالتالي معدلات المشيمه المنغمسه او المخترقه لجدار الرحم دي بتزيد. طب بعد اذن حضرتك هنطلع فاصل ونرجع تاني. اتفضل حضرتك. ورجعنا لكم تاني ولسه منورنا الدكتور محمد نبيل مدرس امراض النساء والتوليد. طب حقيقي دكتور احنا وقفنا بقى عند ايه هي المخاطر اللي ممكن تحصل بسبب المشيمه المعلقه او المشيمه الملتصقه. المخاطر الكبيره اللي ممكن تحصل ان المشيمه دي مش هتنفصل فدي اول حاجه هتعملها انها هتعيق انقباض الرحم بشكل كامل علشان ما يحصلش نزيف بعد الولاده. فاول مشكله هتحصل هي النزيف اللي من الرحم اثناء الولاده او يعني بعد الولاده. بعد الولاده ولا اثناء الحمل ممكن؟ لا بعد الولاده الملتصقه مش هتعمل مشاكل اثناء زي ما اتفقنا اثناء الولاده. تمام. الا لو هي كانت ملتصقه بشكل جزئي فالجزء الملتصق مش هيعمل مشاكل او مش هيعمل نزيف الثاني اللي هينفصل هيعمل نزيف. تمام. الحاجه الثانيه المشيمه دي كمان بتبقى محاطه بكميه كبيره جدا من الاوعيه الدمويه واللي بتفصلها غالبا لو هي اخترقت جدار الرحم هيبقى ما بينها وما بين ما بين الرحم وبين المثانه البوليه. في الحاله دي هيبقى النزيف من الاوعيه الدمويه دي برده كتير. كمان احتمال ان يحصل جرح في المثانه البوليه او الحالبين وارد. احتمال استئصال الرحم وارد في الاحوال دي في الحالات دي بشكل كبير. كمان في معظم الحالات دي لو بنعمل ولاده فبنعملها في اول الشهر التاسع ففي احتمال وارد ان الاطفال في الاجنه يعني اللي بتتولد من هذا الحمل بتبقى محتاجه للدخول لوحدات الرعايه المركزه للمبتسرين اللي هي الحضانات يعني. يعني حضرتك ممكن تضطر تولدهم بدري يعني؟ هو في الغالب احنا بنضطر نولد دول بدري شويه بحيث ان تبقى الامور جاهزه لان تجهيزات اللي بتتعمل للحالات دي بتبقى محتاجه ان احنا نولد بدري عشان ما يحصلش اي مفاجآت. نعملها يعني نولد بدري نبقى جاهزين للولاده، نعملها بشكل الكتيف مش بشكل ان احنا مضطرين نعملها بسرعه. هي دي حضرتك اللي هو حضرتك التجهيزات المعينه اللي ممكن تقلل المخاطر منها. اول واهم التجهيزات دي انك تولد بدري. دي تكون متشخصه. لان ان تفاجئ بان الحاله دي عندها مشيمه ملتصقه داخل العمليه بتاع الولاده ده بيؤدي ان المخاطر دي تزيد بشكل كبير جدا، لان انا بفقد كل التجهيزات ما ببقاش عامل حسابي ان انا الحاله دي ملتصقه. فاهم حاجه نقول ان هي بتقلل المخاطر دي هي التشخيص الاولاني للحاله دي وان انا عارف وحاطط خطه علاجيه وجراحيه اثناء الجراحه للحاله دي. دي رقم واحد. رقم اتنين المكان اللي السيده دي المفروض تولد فيه لازم يكون مكان مجهز على اعلى المستويات. لازم يعني ممكن يحصل لها نزيف مثلا قصد حضرتك ممكن يحصل لها حاجات كتير جدا فلازم نبقى جاهزين بكل جاهزين بكل حلول. الحلول لازم عندنا بنك دم، لازم يكون عندنا رعايه مركزه، لازم يكون عندنا يعني لازم تولد في حته لازم كويسه جدا بالظبط لازم يكون مكان مجهز جدا ويعني يفضل ان هو يبقى من التيرشري ليفل اوف كير اللي هي اعلى مستويات الرعايه الطبيه. الطاقم الطبي اللي موجود لازم يكون عنده خبره جراحيه في الحالات دي، والطاقم ده ما بيكونش جراح واحد، ده بيكون جراح امراض نساء وتوليد، لازم دكتور التخدير يكون عنده خبره كبيره بالتعامل مع هذه الحالات، يفضل وجود جراح مسالك بوليه علشان لو حصل اي مشاكل للمسالك البوليه او الحالبين، جراح اوعيه دمويه لان لو حصل نزيف جامد هو بيبقى مفيد جدا في الحالات دي. التجهيزات دي بتخلي المخاطر اللي ممكن تنتج عن المشيمه الملتصقه اقل، بتقلل لنا المخاطر وبتزود لنا النتائج الجيده يعني. طبعا وجود حضانه في المكان ده مستوى كويس ده مهم جدا عشان لو اضطرينا ان احنا نحتاج لها لو البيبي احتاج حضانه. طب حضرتك يعني هو ايه سر ان هي منتشره كتير بسبب سر انتشارها؟ هو سر انتشار القيصريات طبعا. يعني هو العامل الاخطر او الاكثر خطوره اللي بيمثل خطوره في حدوث المشيمه الملتصقه دي ان القيصريات الكتير. المشيمه المتقدمه بقى بتزيد في بعض الاحوال يعني لو حسيت حامل في توأم، لو هي حامل اكتر من مره، لو حياه الاخصاب المساعد هي حامل في اكثر من جنين، التدخين بيزود المشيمه المتقدمه.
اللي لو تصادف وجودها مع وجود جرح القيصريه، لو الست دي عامله اجراء قيصريه قبل كده، ده بيزيد من نسب المشيمه المتصله، عشان كده ده سبب انتشارها. لو كل 100 ست والده مره قيصري وحصل مشيمه متقدمه ليهم، بنسبه 23% هيحصل، بنسبه 11% هيحصل مشيمه ملتصقه. الرقم ده هيزيد مع زياده عدد القيصريات، يعني قيصريتين هيبقى الرقم ده 20%، ثلاث قيصريات هيبقى 40%، اربع قيصريات هيبقى 60%، اكتر من اربع قيصريات هيبقى 76% حدوث مشيمه ملتصقه. فمع زياده عدد القيصريات بيزيد نسبه حدوث المشيمه الملتصقه. طب خلينا اقول ان المفروض بقى الناس تبقى حريصه اكتر على ان الولاده تبقى طبيعيه. بالزبط. الا في الضروره القصوى. بالظبط. ما دام بنوصل لمشكله كبيره زي كده. بالظبط. يعني اهم سبب يقلل لنا حدوث المشيمه الملتصقه هو الحرص على الولاده الطبيعيه. احنا عندنا في مصر زياده في معدلات الولاده القيصريه بشكل كبير. ايه السر؟ احنا من اكبر ما بسمعش عن اي حد غير القيصري. من اكبر ثلاث دول في العالم. هل احنا بنستسهل يا دكتور؟ هي الحقيقه كومبلكس على بعضها، مش استسهال، يعني استسهال المريض وسام تايمز استسهال دكتور، والخوف من حاجات مش حقيقيه في الولاده، الناس اللي بيجي لها وجع جامد جدا تخاف على شكلها. هو المفترض ان 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 ان, إن العيان اللي بيجي يقول لي والله انا عايز اولد قيصري وهو ما عندوش داعي للداعي طبي للولاده القيصريه، اشرح له وافهمه واطمنه واقول له ايه المخاطر وايه العيوب. ودي من الحاجات اللي حتى يعني لسه في ناس بتولد طبيعي؟ لسه في ناس. طمني يعني. لا لا، في ناس يعني حضرتك لسه بتولد حد طبيعي؟ طبعا لسه بنولد حد طبيعي. كويس. لا لا طبعا. تمام. طب احنا قول لي حضرتك ايه تاني ممكن يقلل المشكله دي من الاساس؟ غير ان انا يعني ان شاء الله اولد طبيعي. يعني دي اهم حاجه الحقيقه. تمام. دي مهمه جدا. الحاجه الثانيه، احنا ممكن نشجع السيدات اللي ولدوا مره قيصري ان هم يولدوا طبيعي. يعني لو سيده ينفع لو ولدت مره اول مره، دايما يقول لو ولدت اول مره قيصري لازم لا خلاص ثاني مره. لو السيده ولدت اول مره قيصري وكان سبب القيصريه ده غير دائم، يعني لظرف غير كان ظروف الولاده يعني، لو افترضنا ان هي ولدت اول مره قيصري لسبب ضيق في الحوض او مشكله كبيره في الحوض، خلاص دي مشكله مش هتتحل ابدا، فهتولد طول الوقت قيصري. اما لو هي ولدت لسبب معين، البيبي كبير مثلا، ده ظروفه كده. تمام. فده ممكن بعد كده تاخد محاوله ولاده طبيعي. الحقيقه ده دور الدكاتره ودور العيانين كمان، لان هم المرضى بيخافوا من بيصروا على القيصري، بيخافوا من ان هم يولدوا طبيعي، بيبقوا خايفين من بعض المضاعفات. لو المضاعفات دي اللي هي ممكن تحصل لو حصلت ولاده طبيعي بعد القيصريه، لو احنا قلناها بالحقيقه وبالنسب الحقيقيه وطمنا العيانين واشتغلنا مظبوط والعيان بقى فاهم كويس وموافق وبياخد وتمت الولاده في مكان مجهز انه لو حصل مشكله من الولاده الطبيعيه بعد القيصريه نقدر نعمل قيصريه طريقه بسرعه. لو احنا قدرنا ده هنقلل طبعا معضلات القيصريه. ممكن نقنعهم بكده. مش نقنع، هو احنا يعني بنشرح للعيان والعيان يتفهم. هو الثقافه الصحيه في النقطه دي لازم تزيد، لازم تزيد فعلا عند المرضى. أيوه. وعند الاطباء. أيوه. يعني احنا عندنا مشكله حقيقيه في ان احنا الناس بتبقى خايفه من المشاكل التصوير وعندهم معلومات غلط صحيح. بس هي الفكره زي ما شرحت لحضرتك، لو احنا قدرنا نشرح للعيان بشكل كويس والعيان بدا يتقبل ان هو الخوف من ان هو يعمل اكتر من قيصريه على صحته وعلى ان يحصل مشكله زي المشيمه الملتصقه دي كبير، وبدا يتفهم ان هو ممكن الخطر ده يقلب ان هو يولد ولاده طبيعي بعد القيصريه، ده طبعا هيحسن لنا. محتاجين نعمل حلقات كتير نوعي الناس بقى على دي، حاجه مهمه جدا. طب هي كل مريضه لازم استأصل لها الرحم؟ الحقيقة مش كل مريضة لازم استأصلها الرحم. اولا تجهيز العيانة بشكل كويس جدا اثناء الولادة، يعني احنا بنولد السيدة اللي عندها مشيمة ملتصقة في تقريبا في اول الشهر التاسع. علشان نبقى جاهزين بكل التجهيزات اللي انا شرحتها لحضرتك، عشان ما تجيليش في حالة طارئة فيبقى الوقت والظروف اللي انا بعمل فيها الولادة مش مناسبين. لو انا قدرت يعني اعمل الكتف سيرجري، يعني ولادة مجهزة في وقت معين، بنعملها غالبا في اول التاسع في الاسبوع 36 من الحمل بشكل كويس وتجهيزات كامله وفي مكان مناسب وتيم ورك قوي وتيم قوي يعالج او متخصص في القصه دي، هنقلل المخاطر جدا بشكل كبير. يعني في القصه دي نبقى عارفين تشخيصنا، نبقى مجهزين امورنا بشكل كويس. هل لازم استأصل الرحم او لا؟ الحكايه دي لوحدها لو انا عملتها تجهيزات هتقلل لنا نسبه استئصال الرحم. الحاجه الثانيه والحقيقه يعني ان استئصال الرحم من عدمه بيعتمد على درجة انغماس المشيمة جوه جدار الرحم، هي أي مرحلة منهم، هل هي بس ماسكة، هل هي واخدة جدار الرحم بس، هل هي واصلة للغلاف الخارجي اللي مغلف الرحم وواصلة للأعضاء المجاورة زي المثانة، والمساحة اللي المشيمة دي واكلاها من جدار الرحم. لو كل هقطع كلام حضرتك بس نطلع فاصل ونرجع تاني. اتفضل حضرتك. ورجعنا لكم مرة تانية ولسه منورنا الدكتور محمد نبيل، دكتوراه امراض النساء والتوليد جامعه القاهره. معلش يا دكتور احنا قطعناك عشان الفاصل بس هنرجع تاني. هو كده حضرتك احنا وقفنا عند السؤال، هي لازم كل مريضه يتعمل لها
استئصال رحم ولا لا؟ زي ما اتفقنا تجهيزات المريضه ورجع يعني ولدنا في مكان كويس متجهز كويس بفريق طبي مظبوط ده بيقللنا من مخاطر استئصال الرحم. العامل الاساسي في استئصال الرحم من عدمه هو درجه توغل المشيمه داخل جدار الرحم والمساحه اللي المشيمه دي متوغله فيها جوه جدار الرحم. كلما قلت درجه التوغل وقلت المساحه اللي المشيمه دي متوغله فيها داخل جدار الرحم كلما فرص عدم استئصال الرحم زادت. طب تمام. كلما درجه التوغل للمشيمه زادت وكلما الرقعه دي بقت اكبر كلما معدل استئصال الرحم بقى اكتر. فهي بتعتمد على تجهيز المريضه وبتعتمد على المشيمه دي يعني كل حاله وحاله يعني كل حاله وضعها. آه طبعا. مش معنى كده ان كل اللي يجي له الحاله دي لا او يتخيل ان هو كده خلاص يعني هيشيل هو الرحم. هو استئصال الرحم دايما انا بقول ان هو ساعه استئصال الرحم بيساوي حياه المريض. يعني انا بستئصال الرحم لما يكون حياه المريض في كفه واستئصال الرحم في كفه فديفنتلي ساعتها يعني قصدي حضرتك ان ده اخر حل ممكن توصل له وممكن او تفكر فيه ممكن يعني. من الاول اقرره لو هو من أي. درجه كبيره جدا وواصلين لقرار ان هو ده هيحافظ على حياه المريض. أي. في النهايه في طريقه يعني احنا بنتعامل بيها اللي هو دايما بنفكر في حياه المريض ثم كماله ثم جماله. صحيح. يعني الحياه في الاول لازم يبقى حي ثم كامل كل الاعضاء بتقوم بشكل كويس ثم الجماليات تاتي في النهايه يعني دي آخر حاجة. فهو استئصال الرحم في هذه الحالات بيكون حفاظا على حياه المريض. يعني احنا ما بنقرروش عشان احنا بنعمله كحل ابسط او اسهل. هو مش حل بسيط ولا سهل طبعا. هو حل بيبقى بيدينا يعني فرص اعلى للحفاظ على حياه المريض. يعني يعتبر اسوء الاختيارات عشان ما بتتقال في بعديها اختيار سيء جدا. بالظبط. يعني هو مش اسوء الاختيارات قبل الاخير هو مش يعني. اسوء الاختيارات دايما الجراحه قرارات يعني توقيت القرار بيفرق جدا في تاثير هذا القرار. يعني لو انا عايز استئصال الرحم بس انا قعدت اتاخر في هذا القرار ده هيؤثر سلبا على حياه المريض. القرار لما بيتخذ في وقت وبشكل مظبوط يعني لو انا عايز استئصال الرحم خدت القرار ده بشكل مظبوط انا ده بيديني نتائج افضل من ان انا اتردد في القرار واخده في وقت ممكن ما يكونش مفيد اصلا. هفهم كده من كلام حضرتك ان استئصال الرحم ده هيبقى قرار داخل العمليه مش هتبقى المريضه عندها فكره عنه. لا طبعا لازم المريضه تبقى عندها فكره عنه في الاول او تبقى عارفه ان هو حل مطروح. انه احتمال هتقول لها انه احتمال بس مش اكيد مثلا. الحقيقه بتشخيص المرض ده بالموجات الصوتيه اللي هو بالسونار وسونار ثلاثي الابعاد بتقنيه الدوبلر الملاونه الدوبلر القوى الحاجات دي بتديني فكره كبيره جدا عن بتبقى تقريبا عارف طبعا يعني بيدينا احنا بناكد ده داخل الجراحه وداخل العمليات ولكن بنبقى بشكل كبير عارفين من التشخيص الحاله هتبقى واخده اي مسار يعني. وعشان كده بشرح يعني باكد اكتر من مره ان تشخيص الحالات دي قبل ما نعمل الجراحه او قبل ما العينه تبقى داخله للجراحه مهم جدا جدا جدا. مهم نفسيتها انها تبقى كمان عارفه الوضع الوضع هيبقى عامل ازاي بس مهم نفسيتها ومهم لكل حاجه وطبعا لحضرتك اكيد بس انا بتكلم عليها هي ان هي تبقى داخله عارفه وضعها ايه. مهم الوضع خطه العلاج بشكل مظبوط. أيوة. يبقى احنا بنعمل خطه العلاج وخطه الجراحه بشكل مظبوط ده بيفرق جدا 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 في الاوت كامز او المجريات الامور بتبقى ماشيه ازاي. حضرتك بقى كده بتحتاج تحجزها قبل العمليه قبل الولاده بفتره طويله؟ الحقيقه حجز المريضه في المستشفى قبل الولاده ده ليه يعني بيتاثر بعده عوامل اهمهم الاكسسبيلتي بتاعت العيانه دي للمستشفى. يعني لو حصل حاجه تقدر توصل للمستشفى في قد ايه؟ قريبة أو بعيدة الوضع بعيدة. إيه؟ أقرب مركز ليها أو أقرب مستشفى قوية تقدر تمانج الحالة دي أو تعمل رعاية الحالة دي موجودة على بعد قد إيه منها. فلو المريضة دي ما عندهاش اكسسبيليتي للمستشفى بتضطر تقعدها طبعا. لازم تبقى عارفة كل عوامل الخطر لازم تبقى عارفة إنها توصل في المستشفى في وقت قد إيه. لو هي ما عندهاش هذه القدرة إن هي بعيدة ممكن نحجزها في المستشفى في آخر أسبوع من الحمل ونبقى مجهزين كل حاجة بحيث إن لو حصل أي حاجة طارئة في هذا الأسبوع الفريق كله يتحرك ونقوم بإجراء الجراحة بشكل آمن غير ان هي تبقاش موجوده وتروح مستشفى في حاله متاخره او ما تلاقيش حد يلحقها مثلا تبقى مشكله. بالظبط. يبقى برضو ده كل حاله وحاله وضعها برضو بنرجع لكده مش كل الناس زي بعض بناء على ظروف المريضه وحالتها. تمام. هو الوقت جري مع حضرتك سريعا بس انا عايزه حضرتك في دقيقتين كده تقول لي ايه النصائح اللي ممكن تقدمها للسيده الحامل لتجنب المشكله دي. اول واهم نصيحه للسيدات الحوامل بالذات الحوامل في اول حمل الولاده الطبيعيه. الولادة الطبيعية مهمة جداً جداً إن ما تستسهليش اللي عندها فرصة ولادة طبيعية. ما بقولش إن القيصرية حاجة حرام يعني بس القيصرية عملية بتتعمل بدواعي طبية حتى لو هتتعب شوية تفكر إن في بيبي تاني جاي وفي دنيا أيوة يعني إن شاء الله ربنا بيسهل. هو مفيش تعب هو لو إحنا عملناها بشكل مظبوط الولادة الطبيعية
انا بقول دايما هو نيفر بوسيبل اتس بيست او اتس بيتر، يعني لو هي متاحه فهي احسن تمام بالتأكيد. احسن احسن حاجه الحاجه الطبيعيه عموما يعني بالظبط. فهي لو متاحه، لو الولاده الطبيعيه او المبليه متاحه ما تفرطش بالظبط، ما تفرطش في الفرصه دي، دي اهم حاجه. تمام. دي عشان نتجنب حدوث المشكله دي ممكن تحصل. تمام. السيده بقى اللي عامله قيصريه قبل كده لازم عند 20 اسبوع يعني النص الخامس تعرف كويس قوي مكان المشيمه فين، تسال الدكتور بتاعها اللي بيتابعها مكان المشيمه فين النص الخامس. في نص الخامس ده الوقت اللي احنا بنحب نعرف بالظبط فيه مكان المشيمه فين. السيده انا خلاص اطمنت ان المشيمه مش متقدمه ولا ملتصقه ولا حاجه، خلاص هي يعني هتكمل حملها بشكل طبيعي. السيده اللي عندها مشيمه متقدمه في الوقت ده لازم تستبعد او تثبت وجود او عدم وجود المشيمه الملتصقه. لازم خلاص اتشخصت ان عندها مشيمه ملتصقه، تقوم تبقى عارفه هي هتولد فين، عارفه هتولد مع مين، عارفه ايه التجهيزات اللي هي محتاجاها، يتعمل لها كاونسلنج او يعني مشوره بشكل كويس جدا، بحيث ان هي تبقى عارفه ايه كل المخاطر، ايه فرصها في كل في الاحوال، ايه البلان اوف سيرجز المفروض تعملها بحيث ان هي تتجنب المخاطر اللي بتحصل. الحاجه الثالثه لازم تختار المكان اللي تولد فيه كويس جدا، المكان ده يكون مجهز على اعلى المستويات من عامل بشري ومن تجهيزات طبيه، بنك دم ورعايه مركزه وهكذا. ميرسي لحضرتك جدا، احنا تعبناك جدا معانا وحضرتك نورتنا وافدتنا، وان شاء الله يكون لنا لقاءات تانية معاك باذن الله. ميرسي جدا ليكم ولحسن استماعكم، وان شاء الله نقابلكم الجمعه الجايه ان شاء الله باذن الله. كنت معكم ايناس كامل، شكرا.